مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من بيولوجي ويذ ارساني. معاكم ارساني عزيز، مؤسس بيولوجي ويذ ارساني. النهارده بنتكلم في توبيك جديد جدا مع شباب ثالثه ثانوي، والنهارده بنتكلم عن الريبرودكشن في الليفينج اورجانيزم. ليه الريبرودكشن بروسيس مهمه، وايه الفوائد بتاعت الريبرودكشن بروسيس، وليه احنا محتاجين البروسيس دي عشان نقدر نكمل بيها حياتنا في الكوكب اللي احنا موجودين فيه. وقبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب للقناه وتعمل شير مع كل اصحابك، تنساش تشغل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبرده ما تنساش تروح تشوف فيديوهاتنا القديمه، وما تنساش تعمل لنا لايك على البيج بتاعتنا في الفيسبوك بيولوجي ويذ ارساني، وقريب هيكون عندنا انستغرام اكاونت مخصوص بيولوجي ويذ ارساني تقدر تتابع عليه، وهيكون لينا شورتس نقدر نتابع فيها مع بعضينا. ما تنساش زي ما قلت لك تعمل لايك سبسكرايب شير، ويلا بينا نبتدي بعد الانترو. طيب، وزي ما كنا بنقول في البداية كده خالص، احنا بنتكلم عن الريبرودكشن في الليفينج، الليفينج اورجانيزمز موجودة عاملة ايه، ليه هي محتاجة الريبرودكشن بروسيس. انت as a living organism انت بمحتاج تاكل، تشرب، تنام، حرك، تلاقي مكان تعيش فيه، كل دي حاجات بتسهل عليك انك انت تعيش. واحدة من ضمن الحاجات اللي بتضمن الكونتينيوتي اوف يور لايف، اللي بتضمن ضمان نوعك، ضمان انك انت تكمل، هي الريبرودكشن بروسيس. الريبرودكشن بروسيس بتختلف من اورجانيزم للتاني، ليها اشكال مختلفه والطرق بتاعتها مختلفه. طيب ليه احنا مهتمين قوي بالريبرودكشن، وهل الريبرودكشن بروسيس بيختلف في الليفينج اورجانيزم؟ الاجابه على السؤال ده بالطريقه السهله والمختصره بيختلف. طيب بيختلف على اي اساس؟ عندنا 5 reasons هم دولت اللي بيكونوا مختلفين بسبب. طيب ايه الاختلافات اللي بتكون موجودة في الليفينج اورجانيزم اللي بتخلي الريبرودكشن كاباسيتي بتختلف؟ اول حاجة موجودة عندك هي الفاريوس امبينت، هي الانفايرمنت اللي موجودة عندك. كل اورجانيزم ليه انفايرمنت بيعيش فيها، وبعض الاوقات ممكن تكون الانفايرمنت فورجيفنج جدا، انفايرمنت لطيف انك انت تعيش فيها، الجو بتاعها كويس، مودريت تمبريتشر، فيه اكل كويس، قادر تتعامل، تلاقي مكان تقعد فيه وتسكن فيه. في بعض الاوقات انفايرمنتس تانية صعب جدا، في ناتشرال انيميز كتيره جدا حواليهم، في درجات حراره مختلفه جدا، فبالتالي ما بتكونش بنفس السهوله. في نفس الوقت ده بيكون من ضمن الحاجات دي البريفالنت هاردشيبس، زي ما قلت لك ممكن يكون في ناتشرال انيمي، ما فيش ناتشرال انيمي، في ديزيزز او لا، دي بتكون مختلفه على حسب كل اورجانيزم. واز ا ريزلت لكده بتلاقي انه الكاباسيتي والريبرودكتيف كاباسيتي بتاعت الاورجانيزم بتختلف من مكان لتاني. نفس الوقت هي اللايف نيتشر، هو بيعيش ازاي، حياته عامله ازاي، اوكي، هو بيقدر ان هو يتعامل مع الانفايرمنت اللي حواليه عامله ازاي، هو بيقدر يتعامل مع الانديفيديوال اللي من نفس الكايند بتاعه ازاي، وبالتالي دي بتختلف من اورجانيزم للتاني. حاجه تانية اللايف ديوريشن، هو عمره قد ايه. في اورجانيزم بنلاقي ان اللايف ديوريشن بتاعته بتكون طويله زي الهيومن، يعني ممكن يوصل مثلا ان هو يعيش لحد 80 و90، وفي بعض الاوقات بنوصل لحد 100 سنه. لكن في اورجانيزم تاني، في اورجانيزمز تانيه بنلاقي انه اللايف بتاعته ما بتقدرش تعدي اكتر من ساعات في بعض الاوقات، اوكي، بتلاقي مثلا خلاص مات، حاجه داست عليه، في ناتشرال بريديتور موجود ليه او ناتشرال انمي موجود ليه بيتغذى عليه بيموته، فبالتالي هو ما بيقدرش يعيش فتره طويله. حاجه تانية هو السايز بتاع الاورجانيزم نفسه، الاورجانيزم ده الحجم بتاعه عامل ازاي، وبالتالي هنا بتكون الريبرودكتيف كاباسيتي بتاعته مختلفه. وعشان كده مثلا ممكن نلاقي في الحشرات ان هم بينتجوا اعداد كبيره جدا جدا جدا، اوكي، وفي مثلا الاكواتيك اورجانيزمز اللي هي مثلا زي السمك، الشريمبس، او اي اكواتيك اورجانيزم، بنلاقي ان الموضوع مثلا ان هو يكون عنده اورجانيزمز جديده ويقدر ان هو يخلف اورجانيزمز جديده، الموضوع دوت بيبقى سهل جدا بالنسبه له، بيكون اعداد كبيره. بس تعالى مثلا على اورجانيزم مثلا زي البني ادم او زي الاسد او زي الفيل، بنلاقي ان الموضوع مختلف شويه، حجم الاورجانيزم مختلف، وبالتالي بنلاقي انه الكاباسيتي بتاعت الريبرودكشن بتاعته بتكون مختلفه من اورجانيزم للتاني. طيب احنا عندنا ميثود مهم للريبرودكشن في الليفينج اورجانيزم، هما طريقتين، هما دولت التو تايتلز اللي انت بتبتدي تبص عليهم. اول طريقه هي الاي سيكشوال ريبرودكشن، والطريقه الثانيه هي السيكشوال ريبرودكشن. النهارده هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمل كفر للاي سيكشوال ريبرودكشن. الايديا من الاي سيكشوال ريبرودكشن
هو انك انت بتبقى عايز تطلع سيلز من نفس النوع بصوره عاليه جدا، او بتطلع اورجانيزم من نفس النوع بصوره عاليه جدا. البروبلم مع الاي سيكشوال ريبرودكشن هو ان الاورجانيزم بتكون سيم ايدنتيكال كوبي من نفس الاوريجينال اورجانيزم، وده ليه فوائد وده ليه مميزات وعيوب. الفوائد والمميزات اللي ممكن تلاقيها في الاي سيكشوال ريبرودكشن هو انك انت بتلاقي الاورجانيزم يقدر ان هو يدومينيت في الانفايرمنت بتاعته بصوره سريعه جدا، طالما هو لقى الانفايرمنتال كونديشنز اللي هو بيدور عليه، تمبرتشر كويسه، فود كتير، مفيش ناتشرال انيميز، مفيش اي حاجه بتتغير. از ريزلت كده بنلاقي الاورجانيزم يقدر يعمل ريبرودكشن بصوره عاليه جدا، ويقدر يطلع لك انديفيدجوالز بصوره عاليه جدا. في نفس الوقت الانديفيدجوالز دول بيكونوا سيم ايدنتيكال كوبي من نفس الاورجانيزم الاساسي اللي ابتدى معاك اللايف. عيب دوت هو انه وانس ان انفايرمنتال كونديشن حصل لها اي تشينج، بنلاقي ان اعداد كبيره جدا من الاورجانيزمز دي بتموت بسرعه، لان هي مش بتكون بريبيرد ان هي تقدر تستحمل التغير دوت بصوره عاليه. هو ما بيقدرش يتغير، ما بيقدرش يعمل ادابتيشن في اي انفايرمنتال كونديشن بتتغير بالنسبه له، وبالتالي بيكون معرض ان هو يموت بصوره سريعه جدا جدا جدا. هو طبعا بيدومينيت بصوره سريعه ويقدر ان هو يديني انديفيدجوالز جمال جدا، بس غير اي حاجه من دولك باي باي، الاورجانيزم ده ما بيقدرش يعيش. عشان كده بنقول ان هو بيبتدي ب 2N وبينتهي ب 2N. طب تعالى كده ناخد اول اكزامبل معانا. اول اكزامبل معانا هو الباينري فيشن. الباينري فيشن هو اشهر اكزامبل واسهل اكزامبل ريليتد بالميتوتيك ديفيجن اللي حضرتك اتعلمته في سنه اولى ثانوي وثالثه اعدادي كمان. في الباينري فيشن انت بتلاقي ان النيوكليس بتبتدي ان هي ديفايد عندك، بتبتدي تديلك دايركت ديفيجن، بيبتدي يكون عندك 2 دوتر سيلز. يعني لو البارنت بيبتدي ان هو يكون 2N، ال2 دوتر سيلز اللي موجودين عندك دول كل واحد فيهم بيكون ايدنتيكال كوبي 2N موجودين عندك، ما فيهمش اي مشاكل. اوكي، الاكزامبل قدامنا ده بنلاقي هنا ان احنا عندنا في ميتوتيك ديفيجن او باينري فيشن موجود في الاميبا. ممكن تلاقي الباينري فيشن دوت موجود في البكتيريا عادي جدا، البكتيريا same division binary fission، مفيش اي اختلاف اي اختلافات، غير يمكن تقريبا في السرعه البكتيريا اسرع بكتير جدا جدا من حاجه مثلا زي البروتوزوا مثلا او زي الاميبا. فبنلاقي مثلا بكتيريا زي الايكولاي مثلا in round of 12 hours، يعني في خلال 12 ساعه ممكن تبتدي ان هي تدي لك من 1 bacterial cell up to 1 billion bacterial cells، فده رقم سريع جدا في خلال 12 ساعه. still مفيش اي اختلافات، نفس البكتيريا اللي موجوده في الاول بس هي اعدادها زادت فقط، مفيش اي مشاكل حصل. النوع الثاني من الريبرودكشن اللي موجود عندك هو البادنج، والبادنج تقدر تحس شويه ان هو شبه الباينري فيشن، بس في اختلافات بسيطه جدا. الاختلافات البسيطه ان زي ما انت شايف ان احنا مثلا بنتكلم عن فانجس مثلا زي الييست او زي الخميره اللي احنا بنستخدمها في الاكل، في الدوز والبيتزاز وعموما العيش اللي احنا بناكله، احنا بنلاقي انه انا عندي سل بيبتدي ان هو يطلع زي lateral bud، bud كده بيطلع صغير خالص كده من الجنب، protrusion عامل لك عليه مارك دلوقتي اهو كده بالاورنج. اوكي، بحيث ان تكون المارك دي اوضح كده، يبتدي ان السل يحصل لها ديفيجن عادي، والسل تبتدي تمايجريت لبارت، والبارت دوت somehow بيفضل ان هو يكون connected. في بعض الاوقات ممكن يحصل separation، لكن في الاغلب بيكون كونكتد ويقدر يطلع من البود ده بودز تانية، وكلهم بيكونوا ايدنتيكال للسيم بارنت سيل، ويبتدي ان هو يعمل لك كولوني. اوكي، الجروينج بودز او الكولونيز اللي موجوده في الجروينج بودز دي بتبتدي تزود النمبر بتاع اليست فانجس، بيكون بسرعه جدا. وده يمكن تلاحظ لو انت فكرت في وقت ما من اوقات انك انت تجيب كيس خميره بسيط خالص، تحطه شويه ميه دافيه سخنة جدا، مية دافية بسيطة خالص، ومعها شوية سكر صغيرين، هتلاقي انه السايز بتاع الييست دوت زاد جدا، وتقريبا ممكن يعدي الكونتينر اللي انت حاطط فيه الييست دوت. ده بيرجع للبودينج تكنيك زيه زي الباينري فيشن. الاختلاف الوحيد هو انك انت ممكن تلاقي البود لازق وماسك في البارنت سيل اللي موجودة عندك. طب ده بالنسبه لليونيسيلولر اورجانيزم. طب لو مالتي سيلولر اورجانيزم ممكن نلاقي البادنج دوت موجود في حاجه زي الهايدرا. الهايدرا بيبتدي ان هو يكون عندك
اورجانيزم عادي خالص مفيش اي مشاكل، ويبتدي ان في بروتروجن يطلع زي نورمال يعني زي البادنج اللي حصل في اليست. ده البروتروجن موجود عندك، عامل لك عليه سيركل دلوقتي بالاورنج، ممكن يفضل لازق عادي خالص مفيش اي مشاكل ويماسك في الانترستيشال سيل مم، او بيكون يعني نتيجه ان هو ديفيجن في الانترستيشال سيل، ويقدر في نفس الوقت ان هو يعمل ديفيجن وهو يبعد ويبتدي لايف ليه هو لوحده، بيبقى اورجانيزم عادي ليه هو بنفسه قايم بنفسه، مش لازم ان هو يلزق زي ما بيلزق في الفانجس او زي اليست يعني، يقدر ان هو يعيش عادي خالص من غير ما هو يحتاج ان هو يكمل لايف سايكل العاديه بتاعته عادي خالص. تحسه كده زي ان هو نوع من انواع الريجينريشن، ان هو بيتجدد، انا موجود ماسك في البارنت اورجانيزم اللي انا موجود فيه ايدنتيكال، هيدرا طالع كمل عادي جدا، يفصل يعيش في الميه لوحده مش محتاج اي حاجه تانية، وبيعيش يفضل سيسايل في مكانه ثابت في مكانه ما بيكونش فيه اي اختلافات. النوع الثالث عندنا من الديفيجن هو الريجينريشن، وفي الريجينريشن اللي ابتدع الموضوع دوت ده بيكون البلانت. البلانت بيكون كومن فيها قوي 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 الريجينريشن بروسيس، بيكون موجوده في شويه انيمالز ثانيه زي الاسبونج والهايدرا، وممكن الاقيها في الستار فيش، ممكن الاقيها في بلاناريا از ا وورم. وده بيكون انت عندك طريقه الاورجانيزم يقدر يعوض بيها نفسه وانس ان هو بيتعرض لاكسيدنت، بس ممكن نلاقي ان الاكسيدنت دي عرضت جسم ان هو يتقطع لسيفرال بيس، وكل بيس تقدر تطلع اورجانيزم جديد. يعني مثلا ممكن تعالى كده نشوف مثلا البلاناريا معانا. البلاناريا مثلا اكزامبل ل الورمز اللي تقدر، طبعا دي مولتي سيلولر انيمال زي ما حضرتك عارف من اولى ثانوي في الكلاسيفيكيشن، البلاناريا بيكون موجوده في الفلات ورم ديفيجن. البلاناريا وانس انك انت قطعتها مثلا let's say ل 3 pieces 4 pieces 5 pieces each piece will give a new individual identical to the parent. تبتدي هنا تسأل نفسك اوكي هنا زود العدد بتاعه ايه المشكلة، طب ما هو مالتي سيلولر وبيعمل asexual division. ارجع اقول لك تاني ما تنساش السمول تريك هنا، once an environmental condition اتغيرت well الorganisms دي بتموت لان ما هي ما عندهاش اي change في الجيناتيك ماتيريال بتاعتها، ما فيش اي adaptation، وبالتالي بيكون صعب ان هي تتأقلم. الحاجة التانية مثلا لو عندنا regeneration في الهايدرا، الهايدرا بتبتدي طبعا لو حصل اي cut موجود فيها بتبتدي ان هي كل بارت منها، كل cut حصلت منها تطلع لك individual جديد identical لنفس الindividual القديم. زي كده ما تقول ان هي ان هم كلهم كل division دي صورة ما او باخرى هم divergence تمام، ومش divergence قوي تقدر تقول ان هم صور مختلفة لنفس الحاجة. ايه هي نفس الحاجه؟ هي الميتوتيك ديفيجن. انا بيكون عندي 2 سيل 2n باديه معاك، وال 2n دي بتبتدي ان هي تدي لك مثلا 2 كل واحده فيهم 2n زي البيرنت، وما فيش اي اختلاف نهائي يذكر، الطريقه بس اللي بيحصل بيه. يعني مثلا لو جينا مثلا نشوف مثلا في السي ستار، السي ستار الموضوع مختلف فيها شويه. السي ستار بيكون عندنا زي سنترال بيس موجوده ما بين الفايف ارمز بتاعتها، ممكن اكتر من 5 arms في بعض الاوقات. لو حضرتك بكل بساطة جيت قطعت السي ستار، قطعت دراع منها اوكي، هيطلع دراع جديد عادي مفيش مشاكل اوكي، regeneration طبيعي جدا مفيهوش اي مشاكل. زي مثلا ما حضرتك تتعور والجرح بيبتدي ان هو يلم ويطلع سكين جديد مكان الجرح دوت وخلاص الموضوع انتهى. بس لو حصل وانت قطعت part من السي ستار with the central piece، هنا دي التريك. الارم اللي انت قطعته بالcentral piece it give rise to a whole new individual identical to the same organism اوكي. فانت بتلاقي ان مثلا let's say انا هاخد مثلا البارت دوت تمام ببارت من الcentral piece، فبقى عندي ادي بارت وفي جزء من الcentral piece وهنا بارت وفي جزء من السنترال بيس. فهنا بتلاقي انه التو ارمز الموجودين عندك في السايد يبتدي ان هما يدوا لك الثري ارمز الموجودين عندك بالبينك، والسايد التاني اللي فيه ثري ارمز بالبلو يبتدي ان هو يدي لك التو ارمز الناقصين تانيين بالبينك. كل واحد من دولت نيو انديفيدجوال جديد ليه؟ طالما هو قادر
او هو موجود معاه السنترال بيس يقدر ان هو يطلع انديفيدجوال جديد. لو مش موجوده السنتر بيس في الكاتد اريا او الحته المقطوعه خلاص بيطلع مكانها دراع تاني عادي خالص ما فيهوش اي مشاكل. التكنيك التاني او التكنيك الرابع اللي بنتكلم عليه النهارده هو السبروجني. السبروجني باختصار هو انك انت بتعمل فورميشن لنيو انديفيدجوال باي سنجل سيلز، والسنجل سيلز دي اسمها سبورز. السبورز تقدر ان هي تطلع لك a complete new individual. طيب السبورز بيحصل لها formation ازاي، والبروسيس بتاعت الفورميشن والسبورز مهمة جدا. السبور بيحصل له formation once انك انت بتبتدي تلاقي السيتوبلازم little amount of water والنيوكليوس وموجود حواليها thick coat، والthick coat دوت بيخلي السبور يكون susceptible ان هو يستحمل environmental conditions كتير جدا severe وharsh. يعني مثلا ممكن تستعمل temperature عالية جدا توصل مثلا ل 100 degrees maybe more، ممكن يستحمل environmental conditions where there is no water مفيش او temperature below the zero كتير مفيش اي مشاكل. السبور بيقدر يهندل كل الكلام ده. once the spore find a new area suited for growth يبتدي ان السبور يحصل له maturation ويبتدي ان هو يديلك individual جديد. خلاص يبتدي الكوت اللي موجود عليه يعمل له رابتشر ويابزورب الووتر وان هو يديفايد ويطلع لك اورجانيزم جديد بالميتوسيس. واشهر اورجانيزم تقدر تبتدي ان هي تديني اكزامبل يعني على السبور فورميشن هي الفانجاي. فانجايز كتيره جدا، فانجاي انواع كتيره جدا منها بتبتدي ان هي تعمل ريبرودكشن باي سبور. انا هريليس السبور او الفانجس هيريليس السبور وانس ان هو بيوصل للسيوتر ميديوم. ولكن مثلا خليني مثلا نتكلم على البريد مولد فانجس. بريد مولد فانجس زي اللي هو مثلا موجود عندك في فيجر 7 اللي موجود، بتلاقي ان هو السبرانجيوم الجزء اللي انا بعملك عليه مارك بيه الاورنج دوت بيبتدي ان هو يريليس السبور. وانس السبورز مثلا بتوصل لمكان عيش مثلا بيكون مثلا مبلول او متساب في مكان هيوميد او مكان رطب بزياده يعني مش مقفول عليه متساب في الجو، بتبتدي السبورز دي تنزل، بتلاقي هي دي مكان المناسب بالنسبة له، هي دي الانفايرمنت اللي هو بيدور عليها، بيعمل جروث ويبتدي يطلع لي بريد مولد فانجس جديد. ممكن اللون بتاعه بتلاقيه ان هو بيرينج من الجرينيش بلو شوية او اللون الاخضر او الازرق مخضر او الاخضر المزرق الموجود عندك في بعض الاوقات ممكن يوصل لاسود. طيب هل بس ممكن تلاقي سبروجني بس في البريد مولد فانجس؟ لا، السبروجني تقدر تقول ان هم موجود في most of the fungi. فانت ممكن تلاقي عندك سبروجني في المشرومز تمام، وسبروجني في تايبس تانية مثلا زي الباف بولز مثلا فور انستنس، بتبتدي ان هي تريليس السبورز بتاعتها في الاتموسفير والاتموسفير بيشيل السبورز دي يبتدي ينقلها من مكان للتاني عشان الويت بتاعها خفيف جدا مش موجود. وانس ان هو يوصل لمكان كويس انفايرمنت كويسه سوتابل فور جروث اوكي يبتدي السبور يريليس اوتسايد الثيك كوت اللي هو موجود فيه ويطلع لك انديفيدجوال جديد. طب ايه الادفانتج بتاعت السبروجني؟ الادفانتج بتاعت السبروجني ثلاث حاجات. نمبر 1 كويك بروباجيشن، معنى كده انك انت هتلاقي مكان جديد او تلاقي انك انت تقدر تعمل جروث بسرعه عاليه جدا. الحاجه الثانيه تولرنس تو ذا هارد كونديشن، دي اللي انا كنت بقول لك عليها في الاول، يقدر السبور يستحمل كونديشنز صعبه جدا مفيش اي اورجانيزم طبيعي يقدر يستحملها. الحاجه الثانيه يقدر يبعده الديستنس ريجن، دي الحاجه لسه الاخيره لسه قايلها لك ان هو وزنه خفيف جدا ويقدر يتبي ريليس في الاتموسفير والهواء يقدر ينقله من مكان لتاني ونمبرز اوف كيلومترز، يعني مثلا مش هتلاقيه مثلا 2 3 متر، لا انت ممكن تلاقيه في كيلومترز كتيره، يعني دايره مثلا خلينا مثلا ممكن نجزم ونقول مثلا انت ممكن تلاقي سبور طالع مثلا من هنا واصل مثلا لمكان زي القاهره مثلا، يعني انا في اسكندريه مثلا ممكن الاقي مكان في القاهره، وبالتالي دي مثلا مسافه بعيد احنا بنفترض، يعني مش شرط ان هي دي تكون مسافه حقيقيه. يعني التايب الخامس هو البارثينوجينيسيس، والبارثينوجينيسيس احنا هنا بيكون عندي الابيليتي بتاعت الاج ان هي تقدر تديفلوب لي نيو انديفيدجوال من غير ما يحصل لها فيرتيلايزيشن. احنا عارفين ان اي اورجانيزم بيكون عنده ميل وفي ميل ريبرودكتيف اورجانز اللي المفروض يحصل ما بين الاثنين فيرتيلايزيشن عشان يطلع لي نيو انديفيدجوال، ده العادي اللي احنا كلنا عارفينه. بس الجديد هنا ان انا الاج بيكون عندها الابيليتي ان هي تقدر تطلع individual جديد.
من غير ما يحصل لها اي fertilization بميل جميت or whatsoever. تقدر كده تعتبره ان هو special type من ال asexual reproduction، بتكون جاية بس من المذر، مفيش اي father خالص. طيب يحصل فيه، ممكن نلاقيه موجود في some worms، ممكن يكون موجود في الكريستيشيا، ممكن يكون موجود في الانسكت especially the honeybees. مهم الهونيبي او النحل من دي الطريقة اللي هو بيعمل reproduction بيها. الكوين بتبتدي تعمل production ل eggs كتيرة، والeggs دي بتdevelop without a fertilization، وتبتدي ان هي تعمل drones. drones دي اللي هي العساكر يعني، تمام، او الخدم بتوع الكوين. تمام. some other develop after fertilization to queen and workers according by the type of food provided. يعني انت هتلاقي ان type of food هو اللي بيتحكم فيه، هو الorganism ده هيبقى queen ولا drone ولا worker. مثلا الدرون بنلاقيهم ان هم haploid دايما n، لكن الqueen and workers are diploid. هنا ده الفرق، الدرون ده بيطلع يتجول، تمام، ويجيب وبعض الاوقات مهمته الكبيره جدا بتكون هي حمايه فقط، لكن الوركر والكوين هم دولة المسؤولين، هم يحموا البي هايف اللي موجود عندك عشان يقدر يبقى يكون موجود عندك عسل تقدر تستخدمه. في other cases بنلاقي ان الاج بتكون طالعه من ميتوتيك ديفيجن، مش طالعه لي من ميتوتيك ديفيجن، مش طالعه من ميوسيس يعني. وهنا بنلاقي ان هي تقدر تديفلوب ل organism عادي خالص 2N زي الايفيد انسكت. تمام. الايفيد انسكت او حشرة المن، والايفيد انسكت حضرتك ممكن ترجع لتانية ثانوي وتفتكر الاكسبيرمنت بتاعت ماتلر لما حب يجرب ويعرف هي الايفيد بلانت دي بتجيب الفود بتاعها من البلانت منين. لما جه قطع من عند الترنك بتاعها ودخل نيدل عشان يسحب، بس ولقى ان النيدل موجودة في الفلويم سيف تيوبز، وهنا عارف انه الفود بيكون موجود في الفلويم مش موجود في الزايل. فالايفيد بتيجي من اج، والاج دي بتكون 2N وحصل لها ديفلوبمنت لانسكت تانية جديدة جدا. اوكي. في بعض الاوقات ممكن يكون البارثينوجينيسيس induced artificially. هنا بقى بنبتدي ان احنا نتكلم بقى على ان البني ادم يدخل يلعب بقى شويه، وده هنا ممكن نلاقيه في الكيس بتاعت الفروجز والسي ستار. نقدر مثلا نعمل لها اكسبوجر لهيت او الكتريك شوك او راديشن، ممكن مثلا سولتس في اجيتيشن بريكنج وذ نيدل، نبتدي نخرمها كده بالنيدل، وعلى الاساس دوت بنلاقي ان ده ستيمولس. الستيمولس دوت بنلاقي ان هو يبتدي يعمل دوبليكيشن في الكروموزوم، و organism جديد بيطلع بيحصل له development without fertilization، وبيتزي ما بيحصل في كل اللي فات من انواع الديفيجن بيكون identical تمام with المذر. اوكي. طبعا بنلاقي similar stimulus، بنلاقي انه في بعض الاوقات في early embryonic stage مثلا والرابت قدرنا مثلا ان احنا ناخد rabbits جديده بتكون identical للمذر، وان هي جايه من egg بتكون 2N. و اخر حاجه موجوده عندنا النهارده هي التشو كلتشر. التشو كلتشر ده تكنيك ظريف جدا، وده بيتضمن ان حضرتك بتدخل اللاب، وده بيكون مينلي يعني جربناه بالاكتر في البلانت اكتر من الانيمالز، وبنلاقي انه somehow الاكسبيرمنت بتكون انك انت بتحاول تعمل جروث لسل انت واخدها من بلانت او من انيمال، وتبتدي تحطها في ميديا، والميديا دي موجود فيها تقريبا نفس النيوترينتس اللي هي كان هيحتاجها لو مثلا هو موجود في الناتشورال انفايرمنت بتاعته، او لو كان هو موجود في البلانت اللي هو متوصل بيه. فلتس سي مثلا فاكسايتنج اكسبيرمنت مثلا بعض الساينتست عملوها، فقال لك طيب تعالى ناخد حته من كاروت ونحطها في كونيكال فلاسك، والكونيكال فلاسك دي موجود فيها الكوكونات ميلك، تمام، مفيش مشاكل، و كوكونات ميلك موجود فيه بلانت هرمونز كتيره ونيوتريانت اليمنت. لك اوكي نبتدي نشوف ايه اللي ممكن يحصل. الكات اللي هم اخدوها او الساينتست اللي اخدها وحطها في الكوكونات ميلك عمل جروث ل افول كاروت بلانت. اوكي ده شيء لطيف جدا. طيب
تعالى بقى ناخد من الكالتيفيتد اوكي ونعمل لها كومباريزن اوكي مع البلانت اللي موجود عندك او اللي انت اخدت منه كات توتالي ايدنتيكال. اوه هنا دي بقت حاجه جميله. نفس الكلام هنا قالك طيب تعالى كده نجرب في التوبيكو بلانت اوكي ونشوف ان التوبيكو سيدز اتجربت بنفس الطريقه ولقينا نفس الريزلت اللي موجود عندنا. بس في نفس الوقت خليني اقولك على حاجه ان الاكسبيرمنتس دي كونفيرمد ذات ان اني سوماتيك سيل ان ذا بلانت contain the whole genetic information that can be translated تمام into a whole new developed organism لو حطت في النيوترينتس اللي هي محتاجاها. معنى كده ان انا اقدر اخد اي سوماتيك سيل واطلعها الاورجانيزم اللي انا عايزه بشرط بس ان انا احطها في النيوترينتس المطلوبه ليها وبالكميات اللي هي بتحتاجها. فبعض الاوقات ممكن نلاقي الناس تزود النيوترينت تقول لك حط زياده الاكسبيرمنت بتبوظ، لو هتحط اقل اوف كورس الاكسبيرمنت هتبوظ. تمام طبعا بنلاقي ان التكنيك دوت اتجرب طبعا في رير بلانتس عشان نقدر نزود الانواع بتاعتها ونزود النمبرز بتاعتها بسبب ان هم ليهم اندستريال نيد وليهم ايكونوميك نيد وهم بنقدر نستخدمه في ميديكيشن في بعض الاوقات فبالتالي احنا محتاجينها. نفس الوقت تقدر ان الكالتشر اللي موجوده عندك تقدر تحافظ عليها وانس انك تحطها في ليكويد نيتروجين وتفضل عايشه لاي وقت ضنس انك انت بس هتعمل لها ثونج بروسس وتفك من عليها ليكويد نيتروجين تقدر انك انت تستخدمها تاني من غير اي مشاكل. تقدر في بعض الاوقات انك انت ممكن تلاقي انك تقدر تعمل تعديلات ده لو انت حابب وده بنستخدمها بالجينيتك انجينيرينج بروسس. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. احب افكرك منساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير مع كل اصحابك وتبعت الفيديو ليه كل اصحابك المهتمين بالبيولوجي واتمنى اشوفكم على البيج بتاعتنا.